سلمى حاكم طيبين حاكم هذا هذه النسبة 100 هذا سلمى لا اوكي توصيله بكره تبدا فيه على تخصيصك الجزء الثمين من وقتك ومشاعرك. كنا في زيارة نحن وزارة العدل بمنطقة الواحات منطقة جالو وأوجلة وشخرة وذلك في دور وزارة العدل في القيام بزور جولات تفقدية من أجل الاطلاع على مرافق الوزارة العدلية وما تعانيه من بعض الاحتياجات الهامة والتي لا يتأتى ولا يقوم العمل إلا بها ووقفنا على كافة الأشياء والمتطلبات والحاجيات الضرورية التي تستلزم لضرورة العمل كما أنني في هذه السانحة أسجل شكري وتقديري لكافة رجال النيابة ورجال القضاء وكافة العاملين بجهاز العدل على ما يبذلونه في هذه المناطق. المجلس البلدي نتشرف بزوارنا وصدقا في هالمهمة اللي انتو شكاوي وصلنا من بعض الشباب ومن بعض المواطنين على السرير في بعض المشاكل في بعض الاعتقال في بعض الاشياء اتفاقيات موجودة قاعدة بيننا وبين شركة منتج توا شركة السرير منطقة الواحات الواحات الثلاثة شرر رجال أوجلة نحن من أمن السيناء النيابي وجمع المحاكم والنيابات وزرنا النيابات الجزئية والمحاكم الجزئية وكذا كما أنني أود القول بأن هناك عدد من الاحتياجات الهامة والضرورية سوف نقوم على معالجتها متى سنحت الظروف المناسبة لإنهاء هذه المتطلبات كما أسجل شكري وتقديري لأهالي هذه المناطق الثلاث شخرة وجالة وأوجلة وذلك على حسن الضيافة وكرم استقبالهم لنا وقيامهم بما يجب من القيام به من استقبال كان ينم على الاحترام والتقدير لهذا الجهاز ولهذا القطاع العدالة. الأمور البسيطة الأمور اللوجستية والاستراتيجية والهامة في مقاربها كذلك التقسيمات في بعض الإدارات وبعض المحاكم النيابية